من أنقرة ينضم إلينا مراسلنا محمد المشهراوي. محمد، الأنظار بعدما اتجهت إلى البرلمان وإلى القصر الرئاسي بعد اليمين الدستورية للرئيس، الآن الأسئلة حول شكل الحكومة الجديدة، أولويات هذه الحكومة خاصة بالنسبة للأوضاع المتعلقة بداخل البلاد وكل المشاكل خاصة الاقتصادية للأتراك. بالفعل هذا ما ينتظره المواطن التركي في هذه اللحظات، حيث يترقب إعلان الرئيس أردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة. هذه الحكومة سيكون على عاتقها الكثير من الملفات الثقيلة، في مقدمتها الاقتصاد وهو واحد من العناوين الرئيسية والتحديات الكبيرة التي واجهت الرئيس أردوغان في الانتخابات، سواء لشخصه أو لحزبه العدالة والتنمية، وكانت تهدد عدم حصوله على أصوات تؤهله لنسبة الحسم. لذلك خاض ربما واحد من الأسباب التي جعلت الانتخابات الرئاسية تذهب إلى جولة ثانية، على اعتبار أن الأتراك جزء كبير منهم يتطلع لرئيس جديد برؤية اقتصادية مختلفة عن هذه الرؤية التي يقولون إنها ساهمت في رفع معدلات التضخم وغلاء الأسعار. لذلك يحاول الرئيس التركي من خلال تشكيلة الحكومة الجديدة الإتيان بأسماء في عنوان الاقتصاد مريحة للشارع التركي، وتعمل على استعادة ثقة المستثمرين سواء في الداخل أو في الخارج، لأجل تحريك السوق ودعمها والمضي قدما بخطوات عملية يلمس نتائجها المواطن التركي في موضوع خفض معدلات التضخم المرتفعة وبالتالي خفض الأسعار. هذا ما يهم المواطن التركي بشكل رئيسي في موضوع الحكومة الجديدة. ونترقب إعلان هذه الحكومة عند الساعة 10 بالتوقيت المحلي، أي ربما بحدود 11 من هذه الليلة بتوقيت أبو ظبي. وغدا بعد إعلان الرئيس التركي الليلة عن هذه الحكومة، غدا ستؤدي الحكومة اليمين الدستوري في البرلمان لتباشر أعمالها، ويكون أول اجتماع لها خلال الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك من أنقرة مراسلنا محمد المشهراوي.